اهلا بيكم مشاهدين هي في كل مكان. النهارده في صحتك، يعني كل حاجه مرتبطه بصحتك احنا معاكي فيها. عايزه تخسي هتخسي، عايزه بشرتك تبقى احسن بشرتك هتبقى احسن، عايزه وزنك يبقى احسن وصحتك تبقى احسن، النهارده هتبقي احسن معانا في صحتك. النهارده معاكي ايا سبيتان اخصائي التغذيه العلاجيه، هنتكلم في كل حاجه مرتبطه بالوزن والصحه العامه، ازاي تقدري تخسي بصحه وامان، ازاي تقدري تخلي بالك من نفسك. اكتر مشكله بتقابل اصحاب الوزن الزايد، انا مش عارف البس، انا مش عارف اتحرك، انا شكلي اكبر من سني، انا 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 انا. كل الاسئله وكل المشاكل دي احنا النهارده هنحلها مع بعض في صحتك. عايزه اقول لك على حاجه، طول ما وزنك زياده كل مشاكلك اكبر. طب تعرفي انا عندي كام سنه؟ عندي 30 سنه، وده سر بس هنحافظ فيه مع بعض. مع هي خلي بالك ان انت كل مشاكلك كان اصغر هتبقي احلى، وكل ما كان شكلك او وزنك زايد كل مشاكلك هتبقى اكبر. مش بس كده، مش كل القلق عشان خاطر الشكل واللبس والكلام، لا، ده السمنه دي بوابه الامراض، يعني في مشكلات صحيه ممكن تتعرضي لها كتير زي القلب والسكر وارتفاع الضغط وتصلب الشرايين والكوليسترول، وكمان للاسف بعض مشاكل السمنه بتؤدي للسرطان. طب ايه ده يا دكتور، انت خوفتينا، انت لازم تخافي، واحنا كمان هنا النهارده خايفين عليكي، عشان كده جايبين لك كورس الهديه. انا بسميه كورس المعجزه او كورس الفتاك او كورس المدمر، وهو كورس ايرفا. تقدري تخسي بصحه وامان عشان في صحتك. انا مش عايزاكي تخسي، انا مش هفرح لما تخسي 20 كيلو وتتعبي، ولا تخسي 30 كيلو وما تقدريش تشتغلي ولا تخلي بالك من عيالك ولا صحتك ولا. لا، النهارده هتخسي من 8 ل 12 كيلو بصحه وامان، مستخلصات كلها طبيعيه، امنه جدا على صحتك، مرخصه من وزاره الصحه. طب انت عماله تقولي هي امنه ومرخصه وطبيعيه، طب كل الكلام دوت هتاكد منه ازاي؟ هتاكد منه ان انا كل المكونات الكورس طبيعيه جدا. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انت عندك حاجه اسمها جارسينيا، الجارسينيا دي نبته او اعشاب، عباره عن اعشاب احنا طحنينها او عاملينها بمستخلصات طبيه، عباره عن بودر. يعني الناس اللي عندها مشكله في الكبسولات او عندها مشكله في البلع، احنا حلينا لك كل المشكله دي. وكمان الجارسينيا دي بتخلي الجسم يخس بسرعه جدا، معدل الحرق عندك بيزيد، وكمان الناس اللي عندها مشكله في السكر او مقاومه الانسولين او عرضه لكل الكلام ده، بتخلي نسبه السكر عندها ما ترتفعش مفاجاه. الجارسينيا كمان الناس اللي عندها مشاكل في العظم او في الخشونه او وزن زياده في بطنها مؤثر على ظهرها او في بطنها مؤثر على رجلها، كل المشاكل بتاعه الغضاريف دي بقى انسيها خالص، لان الجارسينيا دي بتقلل الالتهابات اللي موجوده. يا جماعه النهارده في عرض 70% على الشهرين و40% على الشهر، ولو خدتي كورس شهرين هتاخدي الكورس الثالث هديه، يعني تقدري تخسي وكمان تثبتي الوزن. بيكلموني من الكنترول يقولوا ان في اتصالات كتير. الو، اهلا، ازيك يا يوسف؟ الو، ازي حضرتك يا دكتور، عامله ايه؟ ازي حضرتك يا فندم، عامل ايه؟ انت تابعنا منين يا يوسف؟ من القاهره يا دكتور. اهلا بيك، يعني خلاص احنا جنبنا الشحنه يبقى مجاني، ما تخافش يا يوسف. قول لي مشكلتك ايه؟ من السامع بس كويس. مشكلتك ايه يا يوسف؟ انا مشكلتي يا دكتور ان انا موظف، انا عندي 30 سنه موظف، فانا اغلبه بيبقى من المكتب. صوتك يا يوسف اتكلم بالراحه عشان اسمعك. حضرتك موظف وايه؟ انا موظف، انا الشغل بتاعي بيكون على مكتب. تمام. فانا ما بتحركش كتير، فده سبب لي زياده في الوزن. طب قول لي يا يوسف، عندنا اي امراض مزمنه؟ لا لا لا، مفيش اي امراض مزمنه. طب ما بنتحركش خالص، ما بنروحش جيم، ما بنعملش اي حركه بعد الشغل يعني؟ ما هو لان انا شغلي بخلصه متاخر، فانا ما بلحقش، اللي هو بروح بس. هنحل لك كمان المفاجاه دي، المشكله دي ما تخافش. قول لي يا يوسف، ان السمنه او الوزن الزايد عندك حاسس ان هو متراكم فين؟ في منطقه البطن، عوامه، كرش الجميل ده، ولا عز ولا حاجه يا يوسف. عايز اقول لك احنا لازم نحله، ان هو ملوش اي علاقه بالعز، يعني احنا لو اشتغلنا اكتر هنعمل عز احسن من الكرش ده. ماشي. قول لي يا يوسف، احنا قلنا الوزن كام كيلو؟ الوزن 120. 120 كتير يا يوسف. ماشي. والطول يا يوسف، الطول كام؟ 170. 170، ربنا يعزك. ماشي، خليك معايا يا يوسف، ما تقفلش عشان لو سالتك على حاجه. بص بقى يا يوسف، المشكله اللي بتقابل ناس كتير اللي هي العوامه او الكرش اللي بيقولوا من قله الحركه. طبعا انت لما بتقعد في الشغل طبعا قاعد عضلات بطنك مريحه جدا، النفس مش احسن حاجه بتاخده، فبيخلي يحصل لك ارتخاء في العضله. فلما يحصل لي ارتخاء في العضله يا يوسف ايه اللي بيتم؟ طبعا بتضعف، فتراكم الدهون بيبقى عليها سريع. دي حاجه. الحاجه الثانيه، قول لي يا يوسف، انت شهيتك في الاكل بتروح فين؟ يعني بتحب النشويات اكتر، السكر، الحاجات دي؟
السكريات، الاغلب سكريات عوامة. عوامة يا يوسف، احنا لازم نخلع العوامة دي. طب بص يا يوسف، اول حاجة حاجة بسيطة كده واحنا في الشغل، تمام، هقعد ظهري مفرود اشفط بطني كل ساعة ولا ساعتين ثلاثة، اشفط بطني لمدة دقيقة كده بالظبط، ما تتكسفش يعني لو انت قاعد لوحدك او حتى معاك حد، خد نفسك هتهدي اعصابك، هتشد عضلات البطن بتاعتك، الدنيا تبقى معاك اهدى طول الوقت، تفضل تشد في عضلات البطن. طب انا النهارده هقدر اساعدك بايه؟ هقدر اساعدك بكورس ايرفا. ايرفا يوسف النهارده هيخليك الدهون الموضوعيه اللي ما هو موجوده في البطن بسبب تراكم الدهون فيها او السكريات او النشويات اللي انت بتاخدها، فانا عندي الجارسينيا وعندي السيليوم هيقدروا يتخلصوا لك منها. طب ليه؟ طبعا مع زياده الوزن دي انت بتاكل اكتر، فانا محتاجه اخد السيليوم. السيليوم ده هيعمل لي بديل بالون المعده في المعده، لما اخده كميه الاكل هتبقى عندي اقل، هتحس بالشبع فتره طويله. وكمان الجارسينيا نسبه السكريات او النشويات بترفع عندك السكر، الجارسينيا هتقلل لك ارتفاع نسبه السكر وهتعلي لك الحرق وكل الكلام ده كله. طبعا ال 120 كيلو اللي مضايقني ومضايقينك دول اكيد مؤثرين على الظهر، اكيد مؤثرين على الركب، اكيد مؤثرين على كل الكلام ده. فانا عندي الجارسينيا هتقلل لي الوزن وكمان الالتهابات اللي حاصله بسبب الوزن ازاي. وكمان يا يوسف بقى حاجه مهمه جدا، ليه سالتك ما بتروحش الجيم؟ عشان خاطر احنا محتاجين حاجه يبقى فيها بروتين، فلما ابتدي اعمل مجهود او ابتدي امشي او ابتدي اضغط على عضلات الرجل او يحصل عليها لود يبتدي العضله بتاعتي تبقى احسن. فانا عندي الكورس فيه باودر، الباودر دي عباره عن بروتين، فالبروتين ده لما باخده الجسم بيكون كتله عضليه كويسه جدا، فلما اجي اخس يا يوسف لما اخد الكورس مش هيحصل لي ترهلات، ما تقلقش. والحاجه الثانيه اديني احساس بالشبع، قعدتك في الشغل او بتخليك مش عارف تتحرك او خليك مش عارف تاكل اكل صحي او كده، فانا كمان عندنا في الكورس البروتين ده ممكن احطه عندي في المكتب او احطه عندي في الشغل، اقدر اخده الصبح اول ما اوصل كوجبه فطار مشبعه جدا مع ثمره فاكهه، فاحس بالشبع لحد ما اروح من الشغل احس ان انا ايه شبعان. وكمان يا يوسف الكورس فيه، يوسف انت معايا؟ ايوه مع حضرتك، خليك معايا. كمان الكورس يا يوسف في الشاي الاخضر، الشاي الاخضر ده بقى خطير، يعني الكافيين اللي فيه هيخليك مركز وكمان مش هيعمل لنا اي مشاكل زي الكافيين اللي موجود في القهوه والكلام ده كله، لا ده هو مستخلص بشكل طبي وامن جدا عليك وعلى ضربات القلب بتاعتك، فهي هيخليك تخس من غير مشاكل، وفي نفس الوقت يا يوسف هتخس بصحه وامان. الكورس مرخص من وزاره الصحه. يا يوسف النهارده يوسف خليك معايا، النهارده عندي مفاجاه ليك، ان احنا عندنا خصم 40% على كورس الشهر، ولو حبيت تنزل 25 كيلو تقدر تاخد كورس الشهرين هتاخد عليهم خصم 70%، لو حبيت بقى تنزل وكمان تثبت هتاخد كورس 3 شهور عليه شهر هديه. ارقامنا موجوده على الشاشه يا يوسف، تقدر تتابع مع الفريق الطبي، المتابعه مجانيه معانا، تقدر تكلمنا على صفحه الفيسبوك او على الواتساب، كل الاسئله هنرد عليها انا والفريق الطبي معاك، اي استفسار معاك. ماشي يا يوسف، هستناك تاخد الكورس وتكلمنا تاني بعد شهر. يا جماعة بوابة الأمراض، أنا السمنة عندنا أكتر من 60%، عندنا المبادرات اللي حصلت بسبب السمنة إن إحنا عايزين نقضي على السمنة نهائي، سمنة الأطفال، سمنة يعني سمنة الكبار، سمنة الناس اللي عندها أمراض مزمنة، سمنة كبار السن، كل المشاكل دي، لأن السمنة بوابة الأمراض، أنا يعني أنا بسميها دايما البوابة، ودايما لازم نقفل البوابة دي. مش بس انا بخس عشان خاطر شكلي يبقى احلى وشكلي يبقى اصغر، طبعا الحاجات دي مهمه جدا، ناس كتير بتكلمنا انا عندي مشاكل، الناس بتتنمر عليا، انا خطيبي سابني، انا لا، انت النهارده تقدري تخسي بصحه وامان. طب اقدر اخس في الشكل في الوزن بس؟ لا، انت تقدري تخسي في الشكل. طب ليه هقدر اخس بالشكل؟ النهارده في الكورس بنقدم لك حاجه بتساعدك كده، او كبسوله، وهي مش كبسوله، انا قصدي هي مش كبسوله بتتاخد، هي كبسوله بتحافظ على نتيجه الكورس. طب ليه بتحافظ على نتيجه الكورس؟ واحده تقول لك يا دكتور اصلا انا خدت الكورس ومش حاسه ان انا بخس. لا انا مش هسيبك، انا معايا المزوره، انا معايا المزوره دي، هبدي ابتدي اقيسك كل اسبوع، انت هتقيسي نفسك بطنك كانت قد ايه، رجلك كانت قد ايه، محيط الخصر او محيط الصدر او محيط الرجل او محيط الارداف كان قد ايه، فبعد اسبوع مش هسيبك ومش هتكدبي، هعرف انت خسيتي كام سنتي، يبقى انا هخس من الشكل وكمان من الميزان بس كده. طب انا الكورس عندي بيخسس قد ايه يا دكتور؟ بيخسس من 8 ل 12 كيلو بس كده؟ لا ده انا مش هخس كمان من الدهون القديمه بس، من القديمه والجديده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي الجارسينيا اللي موجوده والسيليوم والقهوه الخضراء او الشاي الاخضر وكمان الشيكوريا والمرمريه والنعناع، كل الحاجات دي بتعلي لي الحرق وكمان بتقلل لي امتصاص الدهون اللي في الوجبات، يعني هقلل الحرق تحرق لي القديم وكمان اقلل امتصاص الدهون اللي في الوجبات فهحرق الجديد، فانت هتحرقي قديم وجديد. ما
تنسيش النهاردة عندنا خصم في الكورس، عندي خصم 40% على كورس الشهر وكمان 70% على كورس الشهرين، وكمان لو خدتي كورس 3 شهور هتاخدي هدية، وكمان المتابعة عندنا مجانية والشحن مجاني. يعني الكورس دوت لو انت عايزة تخسي انت وجوزك هتقدري تحصلوا على العرض وتستفادي بيه، تخسي انت ومامتك، هتخسي انت وابنك. يا جماعة الموضوع مش ان احنا نخس عشان خاطر وزننا زايد، لا ده احنا كمان لو ابتدى يبقى عندنا ديفوف 5 6 7 8 كيلو وحاسه ان هم عاديين، لا الدنيا هتفتح مني وهتلاقي السبعه و10 وال10 بقوا 20. خلينا نبتدي بدري، خلينا ناخد الخطوه، احنا النهارده بنساعدك تخسي بصحه وامان، مش عايزاكي تخسي بسرعه. يعني انا كهيا يعني انا يعني مرتبطه جدا بهيا ومرتبطه جدا بصحتك ومرتبطه جدا ببشرتك وبشعرك وبنضارتك وبكل المشاكل دي، فانا عايزاكي لما تخسي تخسي بصحه وامان. عشان كده النهارده في الكورس عندي من ضمن المكونات التوت البري. التوت البري ده بقى يعني هو صيدليه لوحده. ليه بسميه صيدليه لوحده؟ في فيتامين عاليه جدا، الناس اللي عايزه بشرتها احلى ونضارتها احلى حتى لو هي بتخس وما يحصلهاش اي مشاكل، التوت البري عندي في الكورس. الناس اللي عندها مشاكل في الهضم فانا عندي توت البري وعندي الجرسينيا وعندي الشيكوريا وعندي رجل الاسد، ما تخافوش من اسمها، هي امنه جدا، طبيه صحيه وكمان بتخسس بسرعه. في ضغط مكالمات بسبب الكورس عايزاكم تلحقوا، لان احنا الكورس ده لمده شهر بس او العرض لمده شهر بس. خلينا نتكلم رانيا. الو 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 ازيك يا مدام رانيا؟ ايوه يا دكتور ازيك؟ زي حضرتك عامله ايه؟ انا لو سمحت هسالك على مرات ابني وزنها 90 كيلو. تحت امرك. قد ايه؟ وزنها الو وزنها 90 كيلو. سنها قد ايه؟ سنها 33 سنه. ربنا يديها الصحه. ومعاها معاها عيلين. طب اخر ولاده كانت امتى؟ هي تزعل تاكل. فرحانه تاكل. فهي عملت ريجيم لوحديها كده وخدت شويه ورجعت اكتر من الاول. تمام. ما راحتش للدكاتره ولا خدت حاجه ابدا. عندها اي مشاكل صحيه؟ فنشوف الكورس ده ولا عندها ايه؟ ما عندهاش، لا ما عندهاش اي امراض الحمد لله. طب خليكي معايا هجاوبك حالا. الحاله اللي المدام رانيا كلمتنا عليها ودي اكتر حاله بنقابلها او ناس بتكلمنا او بنشوفها في المركز عندنا، وهي الايموشن ايتنج او الاكل العاطفي. انا زعلت جريت على التلاجه، انا فرحت جريت على التلاجه. ده مش هينفع، لان الحاله دي بيحصل لي عدم وعي، بتخليني انا مش شايف، انا باكل كل اللي قدامي، اخضر يابس مش عارف ايه، فبتخليني حتى انا مش قادر افلتر واكل المفيد او باكل مضر. لا احنا النهارده في كورس ايرفا يا استاذه رانيا تقدري تجيبيه لمرات ابنك، وهو كمان النهارده عندنا خصم 40% على الشهر. لو عايزاها تخس اكتر تاخد الشهرين، عايزاها تخس وتثبت هتاخد الثلاث شهور. النهارده في كورس ايرفا لو هي زعلانه او هي متوتره او هي فرحانه لما بتاخد الكورس كميه الاكل عندي بتبقى اقل، واللي بيساعدني في دوت قوي وهو السيليوم. السيليوم دي الياف طبيعيه جدا بتتاخد على نص كوبايه ميه، بتعملي ماده جيلاتينيه، الماده دي بتتحول زي بالونه في المعده فبتاخد لي نص المعده، فكميه الاكل اللي داخله تبقى اقل. حتى لو فرحت قولي لها اشربي كوبايه ميه مع السيليوم، مش مشكله، مش هتاخد الثلاجه كلها، هتاخد نص الثلاجه. لو زعلت نفس القصه، فدوت بيضمن لي ان هي تاكل كميه اكل اقل. بس كده لا، ده كمان الالياف الموجوده في السيليوم دي بتخلي الجسم حاسس بالشبع لفتره بتوصل ل 12 ساعه، لان هو مش بيتهضم بسهوله، هو ماده جيلاتينيه. عشان كده هتلاقي الفريق الطبي وهو بيكلمك بيقول لك لما تعملي الكوبايه بتاعت السيليوم تشربيها على طول، لان هو بيتحول لماده جيلاتينيه فلازم تشربيها على طول عشان تقدري تبلعيها. طب هو بس كده الكورس؟ لا، انا عندي في الكورس كمان يا مدام رانيا عندي الجرسينيا. الجرسينيا دي الناس اللي عندها نوبات قلق او ما بتعرفش تنام او عندها اي مشاكل، يعني مش هنقول نفسيه، عندها اضطرابات في النوم او في كده، الجرسينيا محسن طبيعي جدا للمزاج العام، فالجرسينيا هتخلي نفسيتها احلى وفي نفس الوقت هتعلي مع الحرق. وكمان لو هي طبعا بتاكل كتير السكر عندها بيعلى بسرعه، هيخلي كمان مستويات السكر اللي في الدم اقل. طبعا هي قالت ان هي عندها ولدين، اما ربنا يخلي، او لسه كانت والده عندها اتنين اطفال، فطبعا اكيد في بطن الولاده واكيد المشاكل دي. فانا عندي الجرسينيا كمان بتخلي المشاكل بتاعه السمنه الموضوعيه المتراكمه في البطن او في الارداف بتنتهي تماما. بس كده لا، ده انا عندي المرمريه اللي في الكورس بقى كمان لو هي عايزه عندها اي اضطرابات، عندها اي اضطرابات في الجهاز الهضمي او عندها اي مشاكل، بتخلي الشيكوريا وكمان المرمريه وكمان رجل الاسد تنهي عليها تماما. يا جماعة النهاردة عندنا خصم على الكورس 40% كورس الشهر، 70% كورس الشهرين، لو خدتي كورس 3 شهور هتاخدي عليه كورس هدية. النهاردة بقول لكم خصومات البلاك فرايداي موجودة عندنا، ما تنسوش طوال شهر نوفمبر.
ارقامنا موجوده على الشاشه، صفحه الفيسبوك تقدري تتواصلي معانا، واي استفسار عندك تقدري تتابعينا، المتابعه مجانيه، مش هنسيبك خطوه بخطوه معاكي. مش عايزاكي تاخدي الكورس وتختفي، مش عايزاكي تاخدي الكورس وتبعدي عننا، لا، اهم حاجه نفضل مع بعض. هي رحله 30 يوم هنكملها مع بعض، تخسي بصحه وامان بدون اي مشاكل. الكورس مرخص من وزاره الصحه المصريه، ما تقلقيش، كلها مستخلصات طبيعيه، مفيش حاجه بتلعب على المخ، مفيش حاجه هتجيب اكتئاب، مفيش حاجه هتجيب نوبات قلق، مش هتخاني مع جوزك، مش هتعملي مشاكل في الشغل، انت هتخسي بس، هتحلوي بس. معانا مكالمه ونشوف مين. الو، ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا يا حبيبتي، مين؟ مع صغيرة. حضرتك ده. اهلا يا شهد، عندك كام سنه؟ 25 سنه. تمام، طولك قد ايه؟ طولي 155 صغنطوطه يا شهد، ووزني 100 كيلو، وانا عشان فرحي قرب وكده، فعايزه بس الطريقه ان انا اخس بيها باسرع وقت قبل فرحي. لا غلط يا شهد، احنا مش هنخس باسرع وقت، احنا هنخس بصحه وامان. انا عايزه اخس وصحتي تبقى كويسه، عشان ان شاء الله لما ربنا يكرمك وتتجوزي وعندي بيبي او عندي حاجه ودخلت في حمل، ما يبقاش عندي مضاعفات. ومن هنا النهارده، من اول يوم في الرحله دي هنبداها مع بعض، هنتفق ان احنا نخس بصحه وامان. كده كده هتخسي معانا مع ايرفا، كده كده هتخسي. قولي لي يا شهد، عندك اي مشاكل صحيه؟ لا 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 خالص. عندي اي اضطرابات في الدوره الشهريه؟ عندي اي مشاكل؟ لا لا تمام. طب بصي بقى يا شهد، النهارده في كورس ايرفا هخليكي يعني اول ما تتجوزي تقدري كمان تحملي. طب ليه بقى؟ لان هو كلها مستخلصات عشبيه، تقدري تخسي بصحه وامان. وكمان عندي حاجه جدا بتميز الكورس، الناس اللي هتتجوز قريب او كده، عندنا الكورس فيه مرمريه، المرمريه دي بقى محسنه جدا 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 للستات. الناس عشان كده الناس في فلسطين عندهم اطفال كتير وبيولدوا كتير، وهم دايما بيشربوا المرمريه دي، فهي كويسه جدا. هي بتعلي معايا الحرق، بتنظف لي الجهاز الهضمي، وكمان الناس اللي عندها اي مشاكل صحيه بتقضي عليها. وكمان قولي لي يا شهد قبل ما اكمل كلام، انت عندك تمام. الشهيه بتروح لفين في الاكل؟ الشهيه؟ اه ساعات بتبقى فعلا مفتوحه قوي. لا احنا هنقفلها، ما تقلقيش، عشان نحوش، عشان لما بتجيبي حاجات في الجهاز تقدري تجيبيها. لا قولي لي، يعني بتحبي تروحي مثلا للمعجنات، للنشويات، للسكر، بحب الحاجات المالحه اكتر، يعني ايه الحاجات اللي بتحبينيها اكتر؟ هي بتروح للحلويات والشوكليت اكتر. بتفطري كويس؟ الايه؟ بتفطري كويس؟ يعني بفطر، بس مشكلتي ان انا مثلا بفطر متاخر، يعني ما بفطرش مثلا بدري، لا بفطر متاخر. طب بصي يا شهد، خليكي معايا. انا ليه بحب الفطار؟ لان الفطار دوت مفتاح اليوم. انا لو فتحت الباب صح، او كملت يومي صح، بدات يومي صح، اليوم كله هيمشي معايا بدري. فانت بتتاخري في الفطار، فطبيعي ان جسمك هتحسي بان انت جعانه طول اليوم بعد كده. طب لو انا بفطر كويس او بفطر في الميعاد، بحب دايما تفطري بعد ما تصحي بساعه. طب ليه بقى؟ عشان خاطر ادي الجسم حاجات خفيفه او وجبه خفيفه يبتدي ياخدها، يبتدي يحرقها، فبشغل مكنه الحرق عندي من اول يوم. من اول اليوم تبتدي مكنه الحرق شغاله عندي. النهارده في كورس ايرفا بقدم لك وجبه متكامله تقدري تاخديها في الفطار، وهي وجبه البروتين الموجوده. بناخد سكوب او معلقه على نص كوبايه ميه، او على كوبايه عصير، او على كوبايه لبن. لما بتاخديها يا شهد بتحسي بالشبع فتره طويله. بس كده؟ لا، انا عندي الجارسينيا والسيليوم والشيكوريا والمرمريه والشاي الاخضر. انت متخيله انا بديكي باكج، ما بقولكيش روحي اشتري ده لوحده وده لوحده وده لوحده، وتتوهي بقى وتلاقي عندك 15 16 علبه ومش عارفه تروحي فين. لا، انا الكورس عندي استخدامه سهل جدا. بناخد منه نص معلقه على نص كوبايه ميه قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء. الفريق الطبي مش هيسيبك يا شهد، اي حاجه هتقدري تتابعينا معايا. يا شهد، يا شهد. ايوه يا دكتور. قولي لي يا شهد، السمنه متراكمه عندك فين؟ السمنه متراكمه في منطقه البطن. لا احنا لازم نخلي بالنا عشان الفستان بقى، ما تهزريش، مفيش بطن تاني خالص. ماشي. أيوة. طب انا النهارده عندي الجارسينيا وعندي السيليوم. السيليوم قلنا ان هو هيخلي كميه الاكل اللي داخله قليله، فمش هتخليكي تاكلي كتير. طب انا الجارسينيا هتعمل ايه؟ الجارسينيا دي بقى فايتر، انا شايفاها ان هي محارب قوي جدا للدهون الموضعيه. لو انا عندي في الذراعين او في الارداف او في البطن او في السنه موضعيه، لا هي بتفوكس قوي على المناطق اللي هي عنيده. فلو احنا خدناها بتخلي مستويات السكر عندي في الدم احسن، وكمان الجارسينيا بتخلي عندي الدهون العنيده بتنزل بسرعه، بتخلي عندي تغيير ملحوظ جدا في الشكل. عشان كده النهارده احنا جايبين لك المزوره اللي موجوده معانا في الكورس. عارفه ليه المزوره دي يا شهد؟ عشان خاطر احنا هنسالك انت الاسبوع ده كان بطنك قد ايه؟ طب الاسبوع اللي بعده بطنك قد ايه؟ الاسبوع اللي بعده بطنك قد ايه؟ متوسط نزول البطن كل اسبوع من 5 ل 7 سم، هتلاقي ناس بتنزل 10 سم، هتلاقي ناس بتنزل 2 سم، نكلمهم، احنا الفريق الطبي. عندك اي مشكله مع الكورس؟ هل حاجه اتغيرت في نظامك يومك؟
فخلي بالك يا شاهد احنا مش هنسيبك. الكورس مرخص من وزارة الصحة المصرية، مستخلصات آمنة جدا طبيعية عشبية بدون أي مشاكل، مفيش قلق، مفيش اكتئاب، مفيش أي اضطرابات في النوم، مفيش ثبات وزن. أرقامنا موجودة على الشاشة يا شاهد، تقدري تحصلي على الكورس بالخصم بتاع النهاردة 40% على شهر، 70% لو خدتي الشهرين. لو انت بقى حبيتي تخسي وتثبتي تاخدي الثلاث شهور، كمان في صفحة الفيسبوك موجودة أنا معاكي وأنا والفريق الطبي هنجاوب لك على كل حاجة. ألف مبروك يا شاهد، هستناكي تكلميني بعد الفرح. الله يبارك في حضرتك. تمام يا دكتور. حبيبتي. نرجع نتكلم عن الكورس تاني يا جماعة. هل الكورس ده للناس اللي عايزة تخس بسرعة؟ لا، لو انت عايز تخس بسرعه ما تكلمناش. عايز تخس بصحه وامان تكلمنا، لان انت هتخس بصحه وامان ونزول صحي متفقين عليه مع الفريق الطبي ان انت ما يحصلكش اي مشاكل. في ضغط مكالمات عشان العروض ما تنسوش. الو الو، اهلا بيكي يا رنا. الو، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله يا حبيبتي. بتتابعيني منين؟ من القاهره. الحمد لله ان كلكم القاهره عشان الشحن يبقى مجاني، بس انا عايزه الناس بتاعت المحافظات التانيه اللي عندها مشاكل احنا بنقرب لكم عشان المتابعات مجانيه وكمان الكورس هيوصلك لاي حته. قولي لي يا رنا مشكلتك ايه؟ انا عندي اختي متجوزه عندها 26 سنه. بس هي من بعد الحمل والولاده وكده، وهي جسمها زاد جدا ويعني ما بيخسش بسهوله خالص يعني، وبتتخن بسرعه قوي حتى من بق الميه اللي بتشربه. كان عندها اي مشاكل يا رنا؟ مثلا مشاكل في الغده، مشاكل في تكيسات المبايض، اي مقاومه انسولين، اي حاجه كانت عملت عندي زياده سريعه؟ لا لا، ما كانش في اي حاجه. تمام. كان اخر ولاده عندها امتى؟ من سنتين الا شهر كده. الا شهر. شاطره يا رنا. قولي لي، طب الدفوعه شايفه عندها ان عضلات البطن هي اللي حصل فيها مشكله فيها زياده، ولا انا عندي اماكن تانيه فيها مشاكل؟ مش سامعه حضرتك، معلش. بصي يا رنا، هل المشكله عندها في البطن بس طبعا بعد الولاده، ولا مشكله عندها في الدراعات او في رجلها؟ لا، كله. تمام. وعندها كام سنه؟ قلنا 26. وزنها قد ايه؟ وزنها 105. يا جماعه اللي فوق ال 100 ده انا يعني هعضه، لازم يتصل ياخد الكورس عشان لازم نقفل بوابه الامراض دي. بصي يا رنا، تابعيني خليكي معايا عشان نشوف حل المشكله دي. طبعا بعد الولاده والرضاعه والكلام ده كله، نفسيتها طبعا بتبقى متدمره وشكل جسمها بيتغير بصوره سريعه، فبتخليها بقى ممكن تخش في اكتئاب، تخليها تاكل اكتر، تخليها بتحس بجوع اكتر طول الوقت بسبب الرضاعه او سبب الحمل واحتياجاته، فبتخليها تاكل اكتر. فبعد ما بتخش في المرحله دي او كده، بتقول لك خلاص انا 6 7 كيلو، طب مش مشكله هبقى ابدا بعدهم. هتلاقي نفسها زادت 20 كيلو، هبقى ابدا بعدهم. تلاقي نفسها زي النهارده بتقول لك انا وصلت ل 105 كيلو. لا، احنا لازم نقف هنا ونقول ستوب. في صحتك معاكي تقدري تخسي كورس ايرفا من 8 ل 12 كيلو في الشهر. ما تخافيش عليها يا رنا، الكورس امن جدا من وزاره الصحه، منتجات عشبيه ما فيهاش اي مشاكل، هتخليها تخس بصحه وامان. انا عندي الجارسينيا هتعلي معاها الحرق جدا، عندي السيليوم هيقلي كميه الدخل الاكل اللي داخله، وعندي كمان الشاي الاخضر هي كمضادات اكسده عاليه جدا، هتعلي معاها المناعه، شعرها لو بيقع بعد الحمل او الرضاعه لا مضادات الاكسده هتقوي بصيله الشعر فتخلي شعرها يطلع اكتر، كمان بشرتها هتتحسن وتبقى فيها نضاره من الانتي اوكسيد او مضادات الاكسده الموجوده في الشاي الاخضر، وكمان الكافيين اللي موجود في الشاي الاخضر هو كميته مصرحه من وزاره الصحه، فما بيعملش اي ارتفاع لضربات القلب او ما بيعملش اي مشاكل، حتى مش هيسهرها. فالنهارده يا رنا انت تقدري تجيبي لها هديه، وننسي لتاخدي العرض الشهر عليه 40%، الشهرين عليه 70%، وكمان الثلاث شهور عليه كرسي هديه. فانت النهارده يا رنا تقدري تجيبي لها هديه لو انت خايفه عليها بجد. ارقامنا موجوده على الشاشه، صفحه الفيسبوك تقدري تتواصلي معانا، اي مشكله تقدري تكلمينا. النهارده في كورس ايرفا هيخليكي تبدأي من اول يوم. طب هنبدا ازاي؟ هنبدا ان احنا ناخد عهد على نفسنا. الكورس 30 يوم رحله هندخلها مع بعض. انا دايما بسمي ايرفا رحله، ان انا عايزاكي تبداي الرحله دي. بحب ان حماسها من اول يوم زي اخر يوم. ناس بتكلمنا اول شهر او اول اسبوع عامه، يا دكتور انا عايزه اخس بسرعه جدا، انا مستعجل، انا وتلاقيها طبعا بفضل الله وفضل الكورس ان احنا لما بتخس بتلاقي نفسها اول اسبوع خاسه 3 4 كيلو، تاخد بقى امان والثقه، تقوم ايه مبوظه الاسبوع اللي بعده، تلاقي نفسها ما بتخسش. لا، لازم تتابعي التعليمات بتاعه الفريق الطبي. عشان كده دايما بقول عايزه حماسك من اول يوم زي اخر يوم. الرحله احنا لما بنروح رحله نبقى مبسوطين جدا واحنا رايحين في الطريق، طول الرحله نبقى افضل مبسوطين مبسوطين مبسوطين. بعد كده واحنا راجعين الدنيا بتبقى رخمه او زعلانين او متضايقين. لا، انا عايزه رحله ايرفا حماسها اول يوم زي اخر يوم. الوقت اللي احنا نبقى راجعين فيه او متضايقين فيه ده لما بيجي يحصل لي البلوك او ثبات الوزن او المشاكل، لا، لو انت متابعه مع الفريق الطبي وبتتابعي التعليمات حتى لما بيحصل لي ثبات الوزن بقدر احوله
ان هو شكل ايجابي ونقدر اخس بيه تاني. يا جماعه النهارده عندنا مفاجاه وعندنا عرض لازم نستفاد بيه، وعرض هو العرض بلاك فرايداي طوال شهر نوفمبر. عندي خصم 40% على الشهر وعندي خصم 70% على الشهرين. ولو حبيتي تخسي بقى وتثبتي او تجيبي هديه لاختك او لجوزك او لابنك ياخد معاكي الكورس، تقدري على تاخدي كورس 3 شهور عليه كورس شهر هديه. ارقامنا موجوده على الشاشه، صفحه الفيسبوك، الواتساب، تقدري تبعتي لنا اي استفسار او اي مشكله تخص صحتك او خصوص وزنك. النهارده مش هنسيبك، انا معاكي ايه ثبتان في صحتك وهفضل وراكي عشان تحافظي على صحتك.